النقطة الأولى هي النية، لابد أن يكونوا صادقين من وقعوا على هذا ولا من سعوا في هذا الاتفاق ولا هذا، لابد أن يكونوا صادقين، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط صحة النية في مثل هذه الأمور حتى يبارك الله سبحانه وتعالى وتستمر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كي نحافظ على هذا الصلح، عدم الاستماع للمشككين والمثبطين والمخذلين، نقطة مهمة جدا هذه، عدم الاستماع. هناك أناس يتربصون بنا الآن، وكما تفضل أخونا محمد وجزاء الله خير، ما باش يفسح أكثر من هيك، لكن يعني في ناس مثبطة وفي ناس يعني يضيقها مثل هذه المواضيع، سواء كان في الداخل أو في الخارج، وهو بدليل الأمم المتحدة تطلب تأجيل صلح. شنو علاقتها هي بتأجيل صلح بين الليبيين؟ صلح اجتماعي، صلح مبني على الأعراف وعلى التقاليد وعلى وعلى الشريعة الإسلامية وعلى نفوسنا كليبيين. نعم، بس هنا أستاذ سعد، شنو علاقة الأمم المتحدة؟ أستاذ سعد فقط، نعم. نسجل نقطة هنا لأهلنا وأخوتنا في تورغا، وهو ما ذكره الأستاذ عبد الرحمن الشكشاك في كلمته، أنه قال لهم صبرتم ولم تنجروا وراء دعاة الفتنة الذين يريدون أن يستغلوا هذا الملف. نعم نعم يا أخي، لا قلت أنا في البداية، قلت يعني صبروا على هذا الابتلاء وكرروا التجارب والمحاولات ولم ييأسوا إلى أن فتح الله عليهم سبحانه وتعالى وتم الصلح. فالصلح حقيقة يعني نقطة كبيرة، وهي رسالة كبيرة. ولعل بالمناسبة وقد نسينا أهلنا في الجنوب الذين يعانون الآن ويقتلون ويشردون وتصادر أرزاقهم وأموالهم، حقيقة هذه يعني بصمة أو خطوة فعلتها مصراتة، علينا أن نقتدي بها بصراحة، علينا أن نمشي بها في هذا المجال، علينا أن نبتعد على ذلك العجوز الخرف المخرف حقيقة، الذي يطمع ليل نهار للكرسي، ليس له هم في ليبيا إلا الكرسي، ولو تسبب في فناء ليبيا بالكامل، المهم أن يبقى في الكرسي. على الجنوب أن يتفطن لهذا الأمر، وعلى جميع المدن الذي يدخلها هذا السوس من قبل هذا المخرف، عليهم أن يتيقظوا، وأنه ليس هناك مستحيل، ليس هناك مستحيل أننا نجلس مع بعض. أخي عبد الله، في نقطة مهمة جدا، نحن اتفقنا في بداية 2011، نتفق ولازلنا بإذن الله تعالى، العقلاء والحكماء يقول أن نحن حكمنا 40 سنة بالفوضى، حكمنا 40 سنة بالظلم، حكمنا 40 سنة بالإذلال. انتفض الشعب الليبي كله كي يعيد الدولة من جديد والهيبة، أظن أن هذا متفق عليها. فأي خطوة الآن، أي خطوة ترجعنا إلى العهد 40 سنة الماضية، لابد أن تكون مرفوضة من قبل الشعب كله، ولابد أن نتفق على القواعد والمبادئ التي أرسيناها بعد 2011، المبادئ التي تعيد ليبيا هيبتها وتعيد العدل والقضاء والحكومات والأرزاق، لابد أن نتفق عليها. لذلك هذه المبادئ كفيلة بوضع الصلح بين جميع مدن ليبيا.